حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. تظاهر عدد من المواطنين أمام البنك المركزي العراقي للمطالبة بأموالهم المودعة لدى مصرف أهلي أعلن إفلاسه. وبين عدد من المتظاهرين أنهم أودعوا أموالا طائلة في مصرف الوركاء قبل إعلان إفلاسه، وأن المصرف لم يسدد هذه الأموال رغم وضعه تحت الوصاية، ورغم وعود البنك المركزي بإرجاع هذه الأموال قبل 11 عاماً، ولم يتم حتى هذه اللحظة إعادة أموال المودعين. أكد باحثون اقتصاديون أن هناك مساعياً في وزارة التخطيط لإضافة آلاف المشاريع الجديدة إلى موازنة عام 2023، معتبرين أن هذه المسألة سوف تكون سلبية ولها عواقب اقتصادية مؤثرة في المستقبل القريب. وأوضح الباحثون أن العراق يمتلك اليوم فائضا ماليا، ولكن في السنة المقبلة قد ينخفض الإيراد، وفي حال إضافة مشاريع كثيرة عندها لن تستطيع الدولة الصرف عليها وإكمالها، وسوف تكون مشاريع متلكئة وتتعرض إلى الاندثار وتسبب خسائر إضافية للدولة. كشف عضو مجلس النواب جاسم الموسمي عن سرقة جديدة في وزارة المالية، مرجحا أن تكون أكبر بكثير من سرقة القرن. وقال الموسوي إن حجم السرقات كبير جدا، لا سيما الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، مرجحا أن تصل قيمة السرقة لمبلغ 4 تريليونات دينار، بالإضافة إلى أن المبالغ الأخرى التي سيكشف عنها لاحقا أكبر من ذلك. وبين الموسوي أن استقالة وزير المالية السابق جاءت نتيجة الضغوط والممارسات التي أثرت عليه من قبل بعض الجهات السياسية أو متنفذين على شخصية الوزير أو الوزراء العاملين لإخفاء هذه السرقات الكبيرة. ارتفعت الأسهم الأوروبية بصعود أسهم شركات التعدين على أمل ارتفاع الطلب من الصين. ارتفاع يأتي في وقت ساد الحذر في تصريح أكبر أو أحد كبار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن البنك لن يخفف حربه ضد التضخم، وأن الأسواق يجب أن تنتبه إلى نقطة النهاية لزيادات معدلات الفائدة. وفي خبرنا الأخير، يواصل سعر العملة المشفرة بيتكوين انخفاضه ليصل إلى نسبة 5%، ويتم تداول العملة عند مستوى 16,000 دولار. وتحاول عملة البيتكوين الحفاظ بمستوى 16,000 دولار وسط الأزمة حول بورصة العملات المشفرة FTX التي أعلنت إفلاسها. ومنذ يوم الثلاثاء الماضي هبط سعر العملة المشفرة من 20,500 دولار، وخسرت أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.